رحمه الله عن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة، وفسر أيضا التقوى في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا ترى عندي إشكال، في الصحيحين وجد رجال من المبتدع كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. فما التوفيق بين هذا التعريفات وبينما وجد في الصحيح؟ نعم. أين بارك الله فيك؟ أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حالة من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟ يعني كان عليه أن يطيب البدعة؟ نعم. لكن هو المشكلة شو بتصير لما واحد بيضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى. شيخنا، طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ سبقتني والله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة. شيخنا بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي، أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته. جايك الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين، وعرفت. لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا رويا عن مبتدع. مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن حطام، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هلا بنرجع منفصل تفصيل ثاني، بنقول في المسألة قولان، أحدهما
أما المبتدع لا يهتم بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق. ويضربوا على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحب.